الورود رمز للفرحة والاحتفالات، ولكن مع جائحة كورونا التجار تاع الورود تضرروا كثيرا، حيث ان يعني تراجع المدخول المادي بالنسبة لهم، والان هما تيطالبونا تيقول لك تنطالبوا اولا برفع هذا الوباء، وثانيا يعني بإعادة الأفراح وبإعادة الأعراس من أجل يعني استرجاع الرواج التجاري لهم. أجي نشوفوا أش قالوا هذا الباعي تاع الورود في مارشي الورود بالقرب من بن رشد في مدينة الدار البيضاء. وشوية أخويا البركة وصافي، صراحة مع هاد كوفيد هذا فهمتيني، البركة ما كاين لا مارياج لا والو، لا هادي فهمتي مع هناك نخدموا مع العراسات، وهادي دابا البركة ديال الله وصافي، داكشي قليل وصافي. وواحد القضية عاوتاني السلعة دابا فهمتي كنضيعوا فيها شوية فهمتي، مع هاد لوكازيو هادي ما كاين لا مناسبات لا والو، كنضيعوا في السلعة شوية فهمتي، والحمد لله على كل حال. دابا لي فلوغ حنا كناخدو دابا قول درهم لاغوس فهمتي، دابا 100 ديال الورد كطلع لنا ب 100 درهم فهمتيني، وتقريبا كاين الضايع شويه فهمتي، كاين الخسران شويه فهمتيني، والحمد لله بطبيعه الحال. حنا دابا مع العراسات وهذه فهمتي المناسبات، دابا ما كاين لا مناسبات لا والو، البركه وصافي. كنطلبوا من الله سبحانه وتعالى الله يبعد منا هذا الوباء اول حاجه، والله يسر. القضيه مع الوباء ميته، ما كاين ما يدار والو، سادين علينا ما كاين هذه لا ديك، الخدمه محبوسه، وقت راه لاقاتات مناسبات ديال الزيارات ولا غادي عند دار ولا شي حاجه، وداك الشيء قليل اللي موالف ما كاينش، بنادم راه غادي وصافي لا اله الا الله وهذا ما كان. والخسائر كاين، الخساره السلعه راه كتحط اللي موالف الفورنيسور كتعامل مع كل وقت العام السنين كامله، ضروري داكشي اللي كيحط لك راه كيحطو لك في كل وقت، المهم كيحط لك داكشي اللي كيحط لك راه اللي كتباعو الضائع اللي كتلاح اكثر من اللي السلعه اللي كتلاح لينا اكثر من سميتو اكثر من اللي كتباع، وضايع بزاف لا من الخدامه ولا موالي المحلات ولا كلشي. العراسات راه هما كلشي، العراسات والخطوبات وداكشي راه هما كلشي، من محبوسين المناسبات ديال العراسيات وديال الخطوبات وديال التجمعات وهذه، راه حنا كنضيعو صافي لا اله الا الله وصافي. خويا الحال بارد شويه، الوقت ناعسه، الوقت ناعسه بزاف، يعني احنا مسلكين الوقت وصافي، الناس ضايعه شويه بزاف بعد كوفيد، ضاعنا شويه بزاف، كنا محركين مع العراسات داكشي الحفلات دوك قاعات سادين وداكشي مسائل سادين، ما كاين البركه ديال الله وصافي. بزاف ضايعين بزاف بزاف، خسارة بزاف، يعني مع البركه ديال الله وصافي. شويه مابقاش كما كان، شويه وصافي، ماشي كما العاده، شويه قليل داكشي، شويه قليل بزاف، قليل نقول لك واحد 20% 20% على السنوات اللي فاتوا. وعلاش؟ سي نورمال، بنادم لا كريز وبنادم متأزم وكاين اللي ما خدامش، الله يكون في العون، فهمتيني؟ الورد راه كيبقى غير خضره في وقت عام، راه ماشي شي حاجه اللي ضروريه. كنتمناو تكون شي حاجه، نتمناو تكون شي حاجه، ولكن اللي ما نظن ما تكون لا احتفالات لا والو، يكون داك الشيء عادي عادي عادي.